أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب جو اکٹھے ہوئے پیر طریقت راہبر شریعت سائیں عبد المجید چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ آپ کے دم بقدم سے یہ محفل جلوہ گر ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اور تمام پیران عظام کا اور علماء اہل سنت کا سایہ ہم اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور یہ جو فیض کے سلسلے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت ان سلسلوں کو چلتا رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے بھی اپنے اپنے بزرگان دین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو تلاوت قرآن فرمانے کے لیے آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں بہت ہی پیاری آواز کے مالک، اور صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی یہ تلاوت قرآن فرما چکے ہیں قاری صاحب، تو آپ سب سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی ان کے سوز و گداز میں برکتیں ان کو عطا فرمائے. تو بلا تاخیر آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد ریاست جمال عطاری صاحب. قاری محمد راسد ریاست جمال عطاری صاحب دوران گفتگو فخر اہل سنت استاذ الحفاظ قاری محمد سلیم نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کا سایہ جو ہے اہل سنت کے سروں پہ قائم و دائم رکھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی رحمت بھی برس رہی ہے، وہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيم. الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين،
الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعالي البر دواب الملتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور البديع الغني المغني المعطي البالع الله 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 ملك بليجي الله 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 حدیث سبا کا مفہوم ہے جو بندہ ایک مرتبہ لفظ اللہ کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اونچی بولی کیا کہتا ہے اللہ اللہ عز و جل اس کے 4000 صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے دیکھ لے چھپ جائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجددی جگہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ 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 اللہ